ديارنا 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 الحبيبة ديارنا الحبيبة يا صافة العجيبة ديارنا الحبيبة يا صافة العجيبة مهما تبعدي من القلب دايم قريبة مهما تبعدي من القلب دايم قريبة صيحات العشق تنده نحب تربط وطننا منا ما نمل حاشا ولا هو يملنا هذه صفوة قاع الحب يمن تسألني عنا بترابا مزج حب الوصي وترابا جنة بترابا مزج حب الوصي وترابا جنة حب حامل حمية يضوي هالوطية صفوة عاشقة حيدر علي ليث الحريبة صفوة أتمنى لجميع الطلاب التوفيق وإن شاء الله في حياتهم يكونوا متوفقين إن شاء الله ويكونوا سعيدين إن شاء الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين عباس المصطفى محمد طبعا يعني الواحد صراحة ما أدري كيف يوصف شعوره في هذه اللحظة وإحنا راح نفارق صراحة دار العلوم 3 سنوات عبرت علينا يعني زي ما تقول أسرع من البرق لكن الحمد لله رب العالمين نقول نتمنى لكل الشباب إن شاء الله مستقبل زاهر إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله صراحة يعني من الأيام اللي يصعب على الواحد إنه ينساها كانت أيام أكثر من حلوة يعني صراحة يعني الواحد إن شاء الله مع الأيام نذكرها بالخير إن شاء الله نذكر على ما نذكر باقي الشباب نذكرهم بكل ما هو خير إن شاء الله يعني ونحب نوجه صراحة رسالة شكر للمعلمين صراحة جميع المعلمين يعني بلا استثناء ما قصروا يعني يمكن صارت بيننا وبينهم بعض الحزازيات مثلا لكن الحمد لله رب العالمين يعني هاي كلها داخل النظام المدرسي خلاص لما نطلع من باب المدرسة كل شيء بالعكس يعني القلوب بيضة وإن شاء الله ما في إلا الخير ونتمنى لجميع الشباب التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم رايك في أهل صفوة والله عليكم لا والله أنا كلهم رايك في محمد البعاج طيب والله خاصة يعني ما اني اروح لا من افضل الطلاب طبعا كشيعة وسنة انا امر على القطيف كم من قيامات اتصور جميل لا بالعكس كلنا اخوان كلنا تجمعنا روابط كثيرة بالعكس يعني ما نركز على نقاط الاختلاف القطيف وادخل نعم تحس فيها ناس شوي نعم لكن صفوة غير طبعا طبعا ايه زي ما يقول جدة غير صفوة غير احسن يعني في اوقات ما اقدر اخش فيها امام لكن يا سلام جميل احسن بسم الله الرحمن الرحيم طيب اول شيء نوجه سؤال الى الاخ عبد الله الخلف احد المتفوقين في مدرسة دار العلوم ثانية عبد الله اي نعم عبد الله بداية موقف انساب دار العلوم موقف ما انساب دار العلوم اتذكر نوبة كنا نبغى نفطر كان يوم يعني حر شوي كده يعني اتذكر يعني المهم كنت طلعت انا وطلع محمد بعاد وهاشم مفيد معروف هاشم مفيد وعلي مالك طبعا يا علي مالك انت تذكر هذا الموقف علي مالك المهم طلعنا جينا نبغى نطلع السعر المحسن قلنا ليه نبغى نطلع نفطر فما ارضى يعني فيعني انتظرنا لما الطلاب يدخلوا ف يعني من زي ما تقول يعني تعرف هذا موقف احنا طبعا الطلاب يعني متميزين كذا بس يعني نفطر فبهذا العمر طبعا هربنا يعني المهم فهربنا ما حد بيوم ما حد رحنا فطرنا طبعا رحنا رحيمه فطرنا اتذكر رحنا كودو فطرنا الحساب كان على مالك المهم ما خلصنا كذا عبونا متاخر واحنا معودين اللي كان واقف على الباب استاذ البحران مدير البحران وعبد المحسن قال لنا فين جايين فكان يعني وجهة نظر يعني زي ما تقول يعني بالعامية تفشلنا يعني شوي وهذا يعني قاموا خصموا علينا طبعا بس يعني موقف ما انسى حسين طبعا هذه الذكريات لا تنسى صراحة في المدرسة والمدرسة حلاوتها بهذه الأشياء يعني حلاوتها بشقاوتها زي ما يقول أيضا معانا الطالب المتميز علي عبد العظيم الصالح علي نوجه لك سؤال ونقول لك معلم لا تنسى في دار معلم لا انسى سواء بالخير او بالشر ان شاء الله ما في شر يلا
طبعا بالخير يا استاذ محمد يا كثر انت دار العلوم صراحه. نعم يعني صراحه دار العلوم نخبه من المدرسين اللي تذكر افعالهم ووقفاتهم اياك. على كل حاجه يعني ممكن لا تروح تشاورهم المدرسه وحتى خارج المدرسه من الاساتذه اللي بالخير ما انساهم استاذ هاني الحاجي، بل انه مستحيل ان انسى انه يقدم الى الشخص نصائح خلال محيط المدرسه او خارج محيط المدرسه يعطيك النصائح اللي تفيدك. جميل. وبعض الاساتذه يعني اللي ما ننساهم بالشر يعني وراح المدرسه، وانا اقول ان شاء الله الله يستر عليك. لا لا مو الله يستر عليك، بقول اسمه بقول اسمه بس ان شاء الله يعني اوكي يحكم ضميره مع الايام الجايه اكثر استاذ ماهر الجايد. جميل يعني خصم على الطلاب نخبه من الطلاب محمد الشيخ محمد الخنيزي، يعني هذول من الاوائل في المدرسه سواء الثاني او الثالث على المدرسه، وعندك انا وطالب قصي وفي طلاب بعد ما تستحضرنا اساميهم خصم 15 درجه في القران الله العالم ليش يعني، وهو ما دخل علينا الا حصتين او كذا، فيعني هذا من المواقف. بالعكس ان شاء الله هذه المواقف ان شاء الله تنسى وان شاء الله ما في الا الخير. ايضا وجه سؤال الى الرياضي المتميز محمد عماد البعاجي. محمد موسم جدا متميز صراحه رياضيا بالنسبه لي، كلمه تقدمها الى رائد النشاط والى رائد النشاط الرياضي في المدرسه الاستاذ علي معلم ابو عاد. طبعا في البدايه شكرا على المقدمه هذه الحلوه. استاذ علي انا ما اعتبر استاذ ولا اعترف فيك استاذ، استاذ علي اخ كبير لي، يعني استاذ علي معلم انسان جوهره في هذه المدرسه، الوحيد من المدرسين اللي له مكانه خاصه في قلبي. استاذ علي معلم يعني يمكن صار في موقف ما خلى شويه علاقتنا مو زي اول، بس موقف بسيط ان شاء الله. اتمنى ان طبعا حلاوه العلاقات بهذه الاشياء. اوجه كلمه شكر لكل المدرسين بالخصوص يعني المدرسين اللي درسونا في ثالث، اعتذر لكل الطلاب وكل المدرسين اذا بدر من عندي اي شيء اسافر. شكرا مصور علي انور داود وان شاء الله نجاكم على خير. طالب متميز اجتماعي، متميز دراسيا، متميز رياضيا كذلك في لعبه التنس، طالب لفت الانظار والاضواء اليه، نشوف من هو هذا الطالب. طالب يلعب لعبة بالصالة لازم تصوره، هذا معلمه من معالم المدرسة. طبعا هذه المدرسة اللي احتضنتنا 3 سنين، ما اقدر الخص يعني الخص فضلها في 3 دقائق يعني الحين، ولكن يعني بالعكس يعني بتضل راسخة في الذاكرة مدرسة دار العلوم، وبتضل راسخة في الذاكرة ايضا الكابتن علي مالكي احمد، طبعا السيد محمد عماد ابو عاد، طبعا اشكره على هذه المقدمة شكر جزيل يعني، ويعني ما اقدر اتكلم عن دار العلوم في 3 دقائق صراحة، مدرسة الاساطير بالفعل. وهذا بس موفقين ان شاء الله، الله يسهل عليك ويطول عمرك. لحظة عيش. طبعا في هذه السنة طبعا احنا محظوظين ايضا حدث تاريخي بالنسبة للنادي 64 سنة، ما حصل هذا الحدث في جيلنا جيل الصف الثالث ثانوي، حصل هذا الحدث وهو تأهل الفريق الاول لكرة القدم في نادي الصفا الى مصاف اندية الدرجة الثانية. طبعا دار العلوم وطلاب دار العلوم كان لهم دور كبار الصراحة في تشجيع ومساندة نادي الصفا، غير مثال الطالب علي انور الداود، ايضا معانا الطالب علي عبد العظيم الصادق، حدثنا عن ردة فعل الجمهور، ردة فعل الطلاب بعد تفضل علي. والله ردة الفعل يعني فرحة، ما اقدر اقول فرحة، هي اكبر من فرحة، يعني زي ما تفضلت 64 سنة. احد الكتاب تطرق اليها كالولادة المتعثرة، الولادة القيصرية شبهها. يعني صراحة 64 سنة ونحقق هذا الصعود، نتمنى ان من الدرجة الثانية فوق ما اشواك الطريق. طبعا ما يلفت النظر في مدرسة دار العلوم، والكل يعرف ان الاستاذ التربية البدنية الاستاذ علي معلم
كانت لها بعض وجهات النظر المختلفة مع رئيس نادي الصفا الأستاذ بس بعيد عن بعيد عن مع ذلك كان أحسن مع ذلك كان يعلن عن المباريات وكان يشجع الطلاب في الحضور وكان فنتمنى بصراحة نتمنى أن تكون يعني مدرسة دار العلوم سباقة في مساندة نادي الصفا سباقة في مساندة أي عمل خيري أي عمل تطوعي يهدف إلى تطوير شباب يعني بعيدا عن أي حذاذيات مع أي علم في النادي لا احنا قاعدين نمثل صفوة النادي الوحيد في صفوة قاعدين نمثله وكلمة احب اوجهها الى الجمهور لا يقعد يحضر الي مباراة نهائية او مبارة مصيرية اذا ما بتحضر الي الموسم كامل حتى المباراة النهائية او المباراة المصيرية لا تحضرها وانا اتوقع دار العلوم اتوقع هذا الشيء لما اعلنا في الاذاعة تواجد كبير بصراحة مدرسة دار العلوم انا اطالب الجماهير انها طوال السنة مدام انه ما عندك شيء قاعد في البيت قاعد مع الشباب طيب ساعة ونص المباراة يقول ساعتين كانت في الدمام روح وانت رايح على الخبر على الراشد على داحسن وانت سهي ثاني شيء مرة على يمكن تتذكر في الصف الاول ثانوي يمكن حارس اللي هو فريق نادي الصفا الكابتن داود سعيد ايضا مهاجم وهداف الفريق احمد الفريق كانوا متواجدين معنا في دار العلوم فمن تشجيعنا من مساندتنا ليهم طلعوا هذول اللاعبين فلابد يعني يكون استمراريه في التشجيع ونشكرك طبعا على هذه المقابله اي طبعا شكرا للمصور علي انور الداود طبعا نتمنى ان شاء الله من الافضل للافضل وان شاء الله تلتقيان السنه الجايه ان شاء الله واللي بعدها ان شاء الله الى دوري درجه الممتاز شكرا اتمنى لاخواني الطلاب النجاح والتوفيق Thank you.